عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، هذا تصحيح للامتحان الموحد المحلي دورة يناير 2019. بالنسبة للتمرين الأول، خليك أتمم الفراغ بما يناسب. تتكون الذرة من شحنتها موجبة وإلكترونات، طبيعتها شحنتها سالبة تشكل سحابة إلكترونية. إذا كالجملة، تتكون الذرة من نواة شحنتها موجبة وإلكترونات شحنتها سالبة تشكل سحابة إلكترونية. إذا وليدات هذه الجملة معروفة جدا، تتكون الذرة من نواة شحنتها موجبة وإلكترونات شحنتها سالبة تشكل سحابة إلكترونية. الاقتراح الثاني، يتفاعل محلول الصودا مع الألمنيوم والزنك. إذا مع الألمنيوم والزنك، إذا فهذا هو من تفاعلات المواد الحمضية مع الفلزات، المواد الحمضية والقاعدية من طبيعة الحال، لأن في هذه الحالة المحلول الصودا فهو محلول قاعدي. إذا مع الفلزات، هنا أنه نعرف أنه يتفاعل مع الألمنيوم والزنك. ثانيا، أجب بصحيح أو خطأ. تنقلي بي أو جسم بلاستيكي يطفو فوق الماء العذب. بي جسم بلاستيكي، إذا الخطأ هنايا أنه نعرف أنه يطفو الماء، ولكن بي ليس بجسم بلاستيكي ولكن هي مادة بلاستيكية. إذا هنا نفهم أنه خطأ. تتكون المادة العضوية من ذرات الكربون والأكسجين، ليس دائما بطبيعة الحال، تتكون أساسا، ليس بطبيعة الحال، هناك تتكون المادة العضوية من ذرات كربون وأكسجين، كربون وهيدروجين، هذا هو الأصح. ونقول أساسا يعني هناك كربون وهناك هيدروجين، أما الأكسجين فخطأ. الكاتيون عبارة عن ذرة تفقد إلكترونات. الكاتيون عبارة عن ذرة تفقد إلكترونات، فهو صحيح. يحتاج الزنك إلى التسخين لكي يتفاعل مع محلول الصودا، لأن هذا ما نفعله في التجارب. نعم. ثالثا، ضع علامة أمام الإجابة الصحيحة. نحتاج لحرق المواد العضوية إلى ثنائي الأزوت، ثنائي الأكسجين، ثنائي الهيدروجين. بطبيعة الحال نحتاج إلى المحرق وهو ثنائي الأكسجين. تفقد ذرة الحديد 3 إلكترونات، حدد شحنة ذرة الحديد. بطبيعة الحال شحنة الحديد، إذا فهذا تنصب من الأسئلة كتكون شوية صعبة. حدد شحنة ذرة الحديد زائد 3 أ، صفر ناقص 3 أ زائد 26. بطبيعة الحال الشحنة مشحونة، شحنتها دائما صفر، يعني فإنها محايدة كهربائيا دائما. نقوم بتخفيف محلول مائي. إذا لاحظوا معايا، محلول مائي بي اش ديالو هي 4.8، ضع على معلقين ممكن يأخذها بي اش المحلول. نعم، بي اش سوف تتصاعد إلى أن تصبح 7، إذا ممكن تكون 7. بطبيعة الحال أقربها هي 4.5، لا، إذا 6.2. نعم، إذا فهي ترتفع 4.5. إذا عند إضافة الماء فإن بي اش المحلول سيرتفع إلى 6.2، ثم إلى، قد يصل إلى 7، قد يصل إلى 7. نعم. اعطي صيغ المحاليل. محلول نترات الفضة، دونك أجي بلس بلس إن أو 3 موان، محلول صودا إن أ بلس بلس أو أش موان، هيدروكسيد الألمنيوم أ إل أو أش 3،
كلور الفضة Ag Cl. إذن يعطي الجدول التالي قيم pH المحاليل المائية مختلفة. المحلول قيمة pH، قيمة pH 13.3، 1.2، 8.3، 6.6، 3.5، 7. إذن محلول A، المحلول A بي اش ديالو هي 13.3، فهو قاعدي لأن البي اش أكبر من 7. 1.2 إذا بي فهو حمضي لأن البي اش أصغر من 7. أكبر من 7 صفة، إذا فهو قاعدي. 6.6 حمضي، 3.5 حمضي، إذا حمضي F فهو محايد. إذا قال لي هنا صنف داخل الجدول، إذا تكلمنا عليها محل قاعدي. بماذا تم قياس بي اش المحاليل المائية؟ إذا تم قياسها ببي اش متر. لماذا؟ لأن الأرقام مضبوطة جدا. حدد المحلول الأكثر حمضية. إذا المحلول الأكثر حمضية والمحلول الأكثر قاعدية، المحلول الأكثر حمضية فهو المحلول الأكثر حمضية فهو محلول الذي له بي اش أصغر بطبيعة الحال. إذا هنا فهو 1.2 هو البي اش الأصغر، إذا فبالتالي فإن بي هو المحلول الأكثر حمضية والمحلول الأقل قاعدية. إذا أقل قاعدية هو الذي يقترب إلى 7. إذا فهو عندنا هنا 8.3. إذا سي هو المحلول الأقل قاعدية. إذن المحلول الأكثر حمضية، إذن المحلول الأكثر حمضية بطبيعة الحال هو بي، الأقل قاعدية هو سي. رابعا، رتب المحاليل الحمضية السابقة حسب تزايد الحمضية. إذا لدينا دي حمضي، أ حمضي، بي حمضي. إذا هنا من الأقل حمضية إلى الأكثر حمضية، إذا في التزايد. لتعرف المحلول سي نجز التجربتين التاليتين. إذا المحلول سي ما عرفناش، نضيف كمية من المحلول الصودا إلى المحلول الناتج سي فنلاحظ تكون راسب أبيض هلامي. اعطي اسم الراسب المتكون. إذا الراسب المتكون هو هيدروكسيد الزنك. مدينة راسب أبيض هلامي يتميز به الزنك. ثانيا، اعطي الأيون الذي تم الكشف عنه. إذا تم الكشف عن أيون زيدين دو بلس. اكتب معادلة هذا الترسب. إذا الترسب دائما كنديرو زيدين دو بلس دو و اش موان كتعطيني زيدين و اش دو، دونك سا سي هيدروكسيد الزنك. التجربة الثانية، نضيف إلى عينة أخرى المحلول سي. إذا سير قاعدي. قطرات من المحلول نيترات الفضة فيتكون راسب أبيض يسود تحت تأثير الضوء. اللي اكتب معادلة هذا الترسب، دونك اجي بلس بلس سي ال موان تعطيني اجي سي ال. إذا من خلال تجربتين 1 و 2 استنتج اسم وصيغة المحلول سي. إذا تكلمنا هنا بأنه إذا هنا يوجد فيها كلور، يعني معادلة الترسب. إذا هو هذا المحلول فهو يتكون من جزء من أنيون وكاتيون. إذا الأنيون هو زيد دو بليس والأنيون هو دو سي ال موان. دونك محلول كلورو الزنك يكتب على شكل زيدين دو بليس بليس دو سي ال موان. 11، اعطي المعادلة المتزامنة لتفاعل حمض كلوريدريك. اذا في هذه الحالة اشنو كيكون عندنا؟ تتكون عندنا زيدين بليس دو اش موان كتعطينا زيدين دو بليس بليس اش دو.
قال الوليدات أمروا إلى التمرين الأخير أثناء سياقتك للدراجة الهوائية مع صديقك. اشتكى لك تآكل أجزاء الحديدية من هيكل دراجتي بسبب الصدع، على عكس باقي الأجزاء المصنوعة من الألمنيوم ولو فوقها طبقة داكنة اللون يعني الألومين. واذكر العوامل التي تساعد على تكون الصدى. طبيعة الحال الهواء الرطب بين قوسين الماء والهواء. ثانيا اعطي الصيغة الكيميائية للصدى، اذا اف دو بليس او تخوا كنعرفوها، الألمين ايضا ال دو او تخوا. فسر لصديقك سبب تآكل الأجزاء الحديدية على عكس الأجزاء المصنوعة من الألمنيوم. ينتج عن أكسدة الحديد الصدأ، وهو مادة مسامية يسبب تآكل الحديد، وينتج عن أكسدة الألمنيوم مادة الألومين غير مسامية تحمي الألمنيوم من الصدأ أو تحمي الألمنيوم من التآكل. اعطي معادلة متوازنة لتأكسد الحديد، دونك 4 اف اي بلس 3 او 2 كتعطيني 2 اف 2 او 3. اذا اقترح على صديقك حق لتفادي تأكل الاجزاء الحديدية يجب عليه صباغته وطلاؤه. اذا الى هنا اعزائي التلاميذ، فضلا منكم اعملوا لايك واشتراك للقناة. دمتم سالمين.